أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي هنتكلم عن مبادرة جديدة أعلن عنها البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة. ولما نتكلم عن قطاع السياحة طبعا معروف هو قطاع مهم، حجم إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وإسهامه أيضا في زيادة النمو الاقتصادي في البلاد. قطاع السياحة بينال اهتمام من كل دول العالم، وكثير من دول العالم بتتجه لدعم قطاع السياحة، خصوصا هو قطاع مهم وبيسهم في زيادة النمو الاقتصادي للكثير من الدول. يعني بس لو عرفنا ان حجم او عدد السائحين على مستوى العالم في 2019 بلغ حوالي 1.3 مليار سائح على مستوى العالم من سياح بمختلف الانواع، سواء سياحة ترفيهية، شاطئية، ثقافية، دينية، علاجية، مؤتمرات وغيرها. فمعنى كده ان احنا في مصر يجب ان احنا نهتم بقطاع السياحة، خصوصا ان قطاع السياحة عندنا في مصر تعرض لهزة عنيفة بدءا من 2011، ابتدى في الشهور القليلة الأخيرة يتعافى او يستعيد جزءا من عافيته بعض الشيء. ومن هنا جاءت مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة والمساهمة في احلال وتجديد المنشآت السياحية، وايضا يعني مساعدة العاملين في هذا القطاع السياحة من خلال المبادرات اللي أعلن عنها البنك المركزي. خلونا نعرف أهمية مبادرة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة اللي أعلن عنها البنك المركزي، ودي طبعا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيوجه بضرورة الاهتمام ودعم قطاع السياحة بكل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي في مصر. هنتكلم أكتر عن هذه المبادرة وأهميتها مع دكتور زين الشيخ، المستشار السياحي وأمين عام المجلس المصري لشؤون السياحة. دكتور زين صباح الخير وأهلا بيك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. أولا عايزين نعرف رأي حضرتك في المبادرة الجديدة اللي أعلن عنها البنك المركزي ب 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة. تمام، أولا كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة طيب. وإن شاء الله متفائلين بمستقبل جيد جدا جدا للسياحة المصرية بعد العثرة الطويلة أو الفترة الطويلة، فعلا سنوات العجاف زي ما بنقول اللي بدأت من 2011 بعد 2011 وحصل فيها ضروب جامد جدا جدا جدا. الحقيقة كان ظروف الأمنية وظروف السياسية وظروف الدولية كلها خلت مصر، وبعض الأحداث اللي حصلت خلت فعلا مصر اللي هو صناعة السياحة المهمة جدا جدا بالنسبة لمصر حصل لها ضروب جامد وحصل لها تأثرت جامد جدا جدا. الحقيقة أنا عايز أبدأ بالنقطة اللي حضرتك أشرت ليها، هي اهتمام القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع السياحة، هو بكل القطاعات الحقيقة والنهضة المجتمعية اللي حصلت في المجتمع المصري ككل وخاصة قطاع السياحة. إن احنا بنتكلم دلوقتي النهاردة عن قطاع السياحة، الحقيقة أنا برجع للقاء اللي تم مؤخرا مع السيد رئيس الوزراء ومع السيد وزير السياحة والآثار الجديد الدكتور خالد عنان مع سيادة الرئيس، وأعتقد الاجتماع كان أكتر من ساعتين أو أكتر يمكن من وقت سيادة الرئيس ومن وقت الدولة ككل ومن وقت رئيس الوزراء ومن وقت وزير السياحة لمناقشة اللي هو الدعم للسياحة. قطاع السياحة مر فعلا بعثرات، وكان توجيهات سيادة الرئيس بدعم قطاع السياحة بالكامل في كل المجالات الحقيقة، سواء بالنسبة واللي جات منه يمكن أحد نتائجه المباشرة واللي كانت مدروسة قبل كده طبعا بالطبع اللي هي مبادرة البنك المركزي. البنك المركزي اللي هو رفع قيمة اللي هو الدعم من 5 مليار للمبادرة اللي كانت معمولة سنة 2017 ل 50 مليار في السنة دي إن شاء الله، واللي هتعود بالنفع بدون شك على كتير جدا جدا من المؤسسات السياحية، خاصة اللي هي الفنادق والمراكب النيلية وأساطيل النقل اللي تأثرت جدا جدا وخلت بعض الشركات حصل لها شبه تعثر وشبه يعني ركود في الحركة بتاعتها. طيب دكتور زين، ازاي نضمن ان قطاع السياحة والمنشآت والفنادق وغيرها من المنشآت السياحية تستفيد من المبادرة دي، خصوصا ان مبادرة اللي فاتت اللي كانت اطلقت في 2017 اللي هي مبادرة الخمسة مليار جنيه في بعض اصحاب الشركات السياحية والمنشآت السياحية اشتكوا من عدم قدرتهم من الاستفادة على من هذه المبادرة، خصوصا كان في بعض الشروط مثلا زي شرط ان هو يكون العميل ملتزم بسداد الاقساط حتى مدة زمنية معينة، وبعض اصحاب الشركات والمنشآت السياحية كانوا بيقولوا ما احنا لو كنا ملتزمين ما كناش يعني لجأنا الى البنك اصلا عشان ناخد قروض. ففي رأي حضرتك ازاي يستفيد اصحاب الشركات والمنشآت السياحية من المبادرة دي ولا يقع او لا يكون هناك عقبات زي ما كان عندهم عقبات زي ما بعضهم بيقول في مبادرة 5 مليار جنيه؟ اعتقد ان في استفادة من التجربة اللي فاتت، فعلا كان في بعض شركات كتير او مؤسسات سياحية الحقيقة اشتكت
من اللي هو من بعض العوائق اللي هي زي ما حضرتك قلت، لان احنا فعلا كانت المعاناه كانت شديده جدا جدا. يمكن دلوقتي ان شاء الله في انفراجه كويسه، في انفراجه محسوسه وملموسه في المجتمع المصري من خلال اللي هو ان في اسواق كتيره جدا، في دول كتيره جدا جدا لغت الحظر بتاعها على القدوم لمصر، الحركه بدات تشتغل، بنشوف نسب اشغال عاليه، فاعتقد ده ان شاء الله هيكون له مردود كويس. بالاضافه ان البنك المركزي هو بقول لك في اطار التعليمات والتوجيهات ان من القياده السياسيه ومن الحكومه المصريه لعمل تسهيلات للنظر بعين الرعايه للمؤسسات السياحيه المصريه اللي تاثرت جامد جدا 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 الحقيقه. وهو التاثير الحقيقه يعني برضو في كتير من الاحيان بنقول ان التاثير مش خارجي بس، يعني مش نتيجه الدروب اللي هو جاي من بره، لا ده نتيجه لبعض المعوقات او بعض المشاكل اللي ما كانش، يعني انا نفسي ان يكون في هارموني، يكون في تعاون بين كل المؤسسات المصريه، يعني مفيش يعني المؤسسه السياحه في الاخر بتجيب دخل قومي لمصر وبتجيب عمله صعبه والحاجات دي كلها. فهو برضو الاطار اللي هو زي ما حضرتك زي المبادره بتاعه البنك المركزي، برضو في عندنا في ضرائب، في مؤسسات بتعاني من مشاكل مع الكهرباء، في الرسوم بتاعه زي رسوم البيئه مثلا، وزاره البيئه كانت فرضت رسوم على الغوص، بعض اللي شايف في مبادره اللي هي الاخرانيه بتاعه بعد الدمج بتاعت وزارة الآثار والسياحة، يعني ففي تخفيض للرسوم حتى في الأقصر وأسوان وقنا على ما أعتقد حوالي 50% من الرسوم. فكل ده هيساعد المؤسسات اللي هي السياحية المصرية إنها تتجاوز المشاكل اللي كانت بتعاني فيها. بالإضافة زي ما بقول لحضرتك إن احنا في انفراجة بالنسبة للسياحة الدولية وبالنسبة للسياحة الداخلية كمان اللي هي مهمة جدا جدا. صحيح. حضرتك أشرت للنقطة اللي هي بتاعت 1.3 مليار تقريبا اللي هم على مستوى العالم، دي السياحة الدولية. السياحة الداخلية في العالم بتمثل حوالي 4 مليون أو أكتر، يعني حضرتك تقريبا 80% من السياحه اللي هي حركه السياحه في العالم كله تقريبا منها 80% سياحه داخليه. فبرضو النشاط السياحي الداخلي المصري بمقاوماته وتحت فرصه لكثير من المواطنين ان هم يتجولوا في الاماكن هيساعد المؤسسات السياحه المصريه انها تتجاوز اللي هي الازمه اللي كانت موجوده فيه. تمام. طيب البنك المركزي في المبادره بتاعته اللي اعلن عنها اللي هي قيمه 50 مليار جنيه قال ان كل بنك هيكون يعني له الحق ان هو يساهم في المبادرة دي ب 75% من كحد أقصى من إجمالي قيمة تكلفة الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية. حضرتك شايف الجزئية دي إزاي وأهميتها في تطوير المنشآت السياحية في الفترة اللي جاية، خصوصا أن بعض المنشآت السياحية تهالك أو يعني أصحابه ما كانش عندهم القدرة المالية علشان يجددوا ويطوروا في المنشآت بتاعتها؟ والله انا شايف نقطه ايجابيه جدا، واعتقد ان هو هيبقى مبلغ كويس، يعني حضرتك اذا كان هو ده الاساس لبدايه الاحلال والتجديد بالنسبه للمنشات اللي حصل لها تهالك او حصل لها من نتيجه عدم الاستخدام او نتيجه ان ما كانش فيه، لان هو النشاط السياحي الحقيقه هو بيجدد نفسه باستمرار، يعني كل المؤسسات السياحيه في كل في مصر بالذات، يعني هي يعني عارف حضرتك هو نشاط اقتصادي بيئي، يعني بيدي كل يعني كل المقومات الجيده اللي هي للثقافه وللرفاهيه والحاجات دي كلها. فكان كل مؤسسه باستمرار وكل فندق بيحاول يقدم نفسه مثلا على سبيل المثال او مركب سياحه او اتوبيس بيقدم نفسه بصوره جيده جدا جدا جدا. نتيجه الظروف اللي فاتت دي ما كانش بيقدر ان هو يعمل احلال وتجديد زي ما حضرتك بتقول، لكن اذا كان في مبلغ يخصص لهذه من الدوله من مؤسسه الدوله تمثلها في البنك المركزي والبنوك، فده شيء جيد جدا جدا وهيساعد كتير قوي في التنميه. طيب برضو البنك المركزي اعلن عدم استخدام المبالغ الممنوحه في اطار تلك المبادره في سداد تسهيلات ائتمانيه. تمام. اهميه الشرط ده والخطوه دي مهم جدا، لان بقول لحضرتك الغرض الرئيسي هو الاحلال والتجديد وتقديم اللي هي المنشاه السياحيه او المنشاه النقليه او المركب العايم بشكل جيد، فما يستغلش في حاجه ثانيه. واعتقد من حق البنك المركزي ان هو يحط هذا الشرط، واللي في الاخر بقول لحضرتك ان انا يعني انا بتفرغ بخصص ميزانيه خاصه للاحلال والتجديد، وده هدف للشركات الحقيقه او هدف للمؤسسات السياحيه اللي هي مش عايزه اكتر من كده. تمام. طيب احنا عارفين يعني مش جزئيه التمويل بس هي اللي عانى منها قطاع السياحه تمام في السنوات الاخيره خصوصا من 2011، ولكن في برضه عنده مشاكل ثانيه او معوقات ربما تعيق عمل قطاع السياحه، وحضرتك مستشار سياحي من وجهه نظر حضرتك ايه ابرز المشاكل الثانيه اللي بيعاني منها القطاع السياحي في الفتره الحاليه؟ والله يمكن حشير لنقطه مهمه جدا جدا اللي هي مشكله حرق الاسعار او مشكله يعني احنا اللي هو البحث الالكتروني، المواقع اللي هي الفخاكية في مواقع دوليه كثيره جدا جدا
بتبيع مصر او بتبيع من الفنادق والغرف والاقامه والحاجات دي كلها في مصر باسعار تنافسيه ما بتقدرش عليها شركات السياحه المصريه الحقيقه. يعني زي في شركات اكسبيديا وزي يعني شركات دوليه، فاللي بياخدوا اسعار من الفنادق المصريه اقل من اللي بتاخده اللي بتحصل عليه الشركات المصريه نتيجه البالك الكبير، نتيجه اعداد حاجات زي كده. لكن هو ده المفروض ان هو يتنظم، دي مشكله بس جميل. ده برضو يعني بحكم التطور والتقنيات الجديده التكنولوجيه بقى يعني بعض شركات السياحه ابتدت تصفي اعمالها علشان التطور اللي حصل سواء في المواقع السياحيه او غيرها. ودلوقتي الحجز من بره ممكن يعني السائح يحجز من بره قبل ما يجي كل حاجه من على النت، وربما لا يلجا لشركات السياحه في بعض الاحيان. ربما البعض يقول ده بحكم التطور اللي بيحدث في العصر الحالي. ما فيش مشكله في التطور، وطبعا احنا قابلينه ولازم احنا نتحول لهذا، لازم ندرك هذا اللي هو السياحه الالكترونيه ونكيف نفسنا معاه. لكن هو في نقطه بتبقى انك انت حضرتك كفندق او كمنشاه لازم يكون في ضوابط للبيع. يعني انت زي ما بتبيع للفنادق للشركات اللي هي مواقع البحث الالكتروني والحاجات دي كلها تبيع للشركات المصريه، لان مش معقوله ان الشركه المصريه اللي بتدفع ضرائب وتتكفأ يعني وبتعمل اعلانات وبتطلع اسواق ومعارض والحاجات دي كلها، وبعدين في الاخر بعد ده كله وتلاقي ان الشركه يعني حط ضوابط للقوائم للفنادق لاسعار الفنادق الموجوده هنا بحيث انها تتساوى على الاقل. يعني فدي ما فيش، وفي دول كتيره جدا جدا في اوروبا تداركت هذا الموضوع. لان برضو بقول لك العيب الشركه اللي هي الاجنبيه مهما كانت مش ملتزمه باللي هو التزام الواقع على شركات السياحه. نمره اتنين اللي هو المسؤوليه اللي بتقع على عاتق شركه السياحه المصريه ما تقدرش انك انت تلقيها على السياحه. دي نقطه مهمه يعني بالنسبه اول نقطه من وجهه نظر حضرتك اللي هو موضوع حرق. بالظبط كده. هل في مشاكل تانية او معوقات تانية حضرتك شايفها كخبير سياحي بتواجه قطاع السياحه في الوقت الحالي؟ يعني احنا برضو اذا كنا بنبص زي بكلم حضرتك احنا يعني احنا حتى في المجلس المصري للشؤون السياحيه الهدف ان احنا عايزين مجتمع صحي، مجتمع في كل المجالات. يعني انا شخصيا يعني ما فيش حاجه اسمها يعني حضرتك اللي هو المفهوم السياحي البحت ده ما هوش، لا انت بتقدم خدمات في كل المجالات، فبتقدم سلعه كويسه، بتقدم بلدك بشكل كويس. تقديم البلد بشكل كويس ده متطلب ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضين. على سبيل المثال المملكه السعوديه في مؤخرا زي ما حضرتك شايف في تسهيلات في التاشيرات وبتاع زي كده ادركت القيمه. فانا برضو عاوز تسهيلات في والامارات برضو عملت والإمارات تسهيلات وكل الدول. السعوديه دلوقتي حضرتك اللي حتى طلع الاسبوع اللي فات قالوا اللي معاه التاشيره بتاعه الشنجن او تاشيره امريكا او تاشيره المملكه المتحده بيخش على طول مباشره وبياخد الموافقه اللي هي بتاعه التاشيره على التاشيره في المطارات والمواني اللي هي السعوديه. دي موضوع يعني انا ان هو بس اعتقد احنا ما عندناش يعني مشكله فيما يخص الحصول على التاشيره للدخول لمصر. ما عندنا، انا عايز تسهيلات اكتر، انا بطمع في تسهيلات اكتر. تمام. بطمع ان وزاره البيئه مثلا في مؤخرا لو سمعت حضرتك اللي هو فرض رسوم على الغوص في في يعني لا لازم يبقى في مفهوم شامل للتنميه في الدوله كلها. الاثار زي ما اتكلم حضرتك ان احنا كان في برضه مبالغه احيانا في بعض الرسوم بالنسبه للبازارات والحاجات دي كلها، زي ما اتكلم حضرتك اللي هو عملوا تسهيلات قريب يعني وصلت تقريبا في حدود 50%. شركات كتيره جدا جدا او مؤسسات سياحيه مصريه بتعاني من مشكله ارتفاع اسعار الكهرباء على سبيل المثال. عايز اقول يعني كل دي مشاكل ممكن تتناقش، البنك المركزي والديون والضرايب والحاجات دي كلها، كل ده احنا في الاخر يعني لازم يكون في. وانا مبسوط جدا او سعيد بالمبادره بتاعه البنك المركزي وسعيد بالضوابط بتاعه البنك المركزي، حط ضوابط. والقطاع السياحي اعتقد ان هو قطاع ملتزم. يعني قليل قوي لما تلاقي راجل اعمال سياحي هارب مثلا ولا حاجات زي كده، لا يعني الناس ملتزمين وحاسين بقيمه اللي هو الخدمه اللي بيقدموها سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الدولي. تمام. طيب في برضه مشكله بيعاني منها اي حد عايز يستثمر او يخش في قطاع السياحه، وهو يعني مثلا لو عايز يدخل مثلا يجيب سياح من السوق الاسبانيه مثلا. تمام. او السوق الروسيه او غيرها. تمام. بيواجه مشاكل ان اصحاب شركات السياحه كل واحد عامل زي كده رباطيه او شله. مش يعني متفقين مع بعض. مش عايزين حد يدخل تاني جديد يدخل مثلا السوق الاسباني. السوق الالماني. السوق كده، ومن ثم بيواجه ربما حرب احيانا بتكون غير شريفه من قبل
بعض اصحاب الشركات اللي بيكونوا مثلا مستحوذين على سوق معينه. تمام. يعني بتجاوز المنافسه لحرب غير شريفه. والله دي موجوده قد ايه والى اي مدى بتمثل عائق؟ هقول لحضرتك هي بتمثل هي في كل القطاعات على فكره، يعني مش بس قطاع السياحه، كل التايكونز او الناس الكبار اللي بيشتغلوا في بيزنس، يعني لا داعي لذكر اللي هو التخصيص بتاع الاسماء، بيحاول ان هو يسيطر على السوق او يعمل حاجه زي كده. الحقيقه هو في يعني هي تشالنج، هي لازم يكون في كفاح ولازم يكون في صبر، لازم يكون والكيكه كبيره على فكره. يعني حضرتك بتشير لمليون و300 مليار و300 الف و300 مليون، كويس، الكيكه كبيره. احنا انا بنصح اللي هو اللي عاوز يعني يخش يخترق السوق ان يشوف مجالات كتيره جدا مختلفه، كويس. يعني على سبيل المثال اسبانيا مش كلها مدريد وبرشلونه، يعني اسبانيا فيها اماكن كتيره جدا جدا. بنصح الناس اللي هم الشركات انها تطلع للاسواق. اليابان مش هي طوكيو بس واوساكا، لا فيها مدن كتيره جدا جدا والحقيقه مشتاقين. في امريكا فكذلك في الحاجات دي كلها لازم. يعني برضو دكتور زين، رغم يعني الحديث عن فتح اسواق جديده للدخول الى يعني من نجيب سياح منهم لمصر، الا ان برضو رغم كل المبادرات اللي اعلنت عنها وزاره السياحه في الشهور والسنوات السابقه، الا ان بعض صناع السياحه في مصر بيقولوا ان عدد الوفود اللي بتيجي من الاسواق الجديده دي لا تتعدى لحد دلوقتي 3%، يعني الكلام عنها اكتر من العدد السياح اللي بيجي فعلا. ازاي نحل المشكله دي وفعلا يكون في اعداد حقيقيه بتيجي من الاسواق الجديده اللي بتفتح لمصر؟ والله هو كله تطور وكله بيزيد. بقول لحضرتك احنا يعني احنا برضو كنا في معضله، كنا في مشكله خلال الفتره اللي فاتت دي، فما كانش احنا عندنا في برضو اللي هو نقل. يعني مصر تقريبا يعني حدودها البريه قليله، او الدول المحيطه، يعني هي الدول العربيه اللي بتمثل حوالي 25% او 30% مثلا، دي اللي بتقدر تعمل لها اكسس للدخول لمصر. لكن انت محتاج شبكه طيران، محتاج برضو خدمات هنا ارضيه كتيره انها تستوعب. يعني احنا في الوفره بيحصل لنا مشاكل الحقيقه، يعني لان احنا برضو لسه الى حد ما عايزين تنميه اكتر في القطاع السياحي، وده اللي اللي هتساعده ان شاء الله المبادرات بتاعت المركزي وغيره. لكن هو كمان بس مش بس الاسواق اللي هي الجديده، اللي هي الانماط السياحيه اللي احنا نقدر نجيب بيها نعمل بيها جذب كويس، دي مهمه جدا جدا الحقيقه، زي السياحه الرياضيه، زي السياحه العلاجيه، زي السياحه التعليميه، كل الانماط دي كلها. السياحه الصحراويه، يعني احنا عندنا بالاضافه للمميز الثقافي الفريد اللي ملوش موجود ملوش مثيل في العالم، لكن عندنا فعلا ممكن نعمل حاجات اضافيه اللي هي كلتشر بلس او 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 كويس، فنقدر نجيب. يعني انا بقول لحضرتك ان احنا عاملين مبادرات مثلا للسياحه العلاجيه، احنا نجيب من افريقيا ونجيب من الدول المحيطه، اعتقد اعداد كتيره جدا جدا، وده بيخلق الطلب على مصر، ومصر عندها اللي هي القدره انها تستوعب كل هذه الانماط. دكتور زين الشيخ المستشار السياحي وامين عام المجلس المصري لشؤون السياحه، شرفتنا يا فندم، وصباح الخير، يوم سعيد، وان شاء الله نتمنى التوفيق لقطاع السياحه في الفتره يا رب ان شاء الله، ومصر كلها ان شاء الله، وتتجاوز كل المكائد بتاعه الاعداء، يعني في كل المجالات الحقيقه، لان احنا فعلا مرصودين جامد، واحنا علينا عيب جامد جدا جدا ان احنا نشتغل. وانا بطالب من هنا وان كل مؤسسات الدوله تتكاتف لكل الدعم لصناعه السياحه المصريه ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، ويعني بكده نكون وصلنا الى ختام هذا الحوار مع دكتور زين الشيخ المستشار السياحي وامين عام المجلس المصري لشؤون السياحه. واحنا هنشوف دلوقتي معانا مشاهد ولقطات حيه مباشره من سلطنه عمان، حيث مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان السابق. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود مرة ثانية لمتابعة أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع محمد عاطف.